مساء الخير على كل متابعينا من خلال كافة منصات وزارة الصحة والسكان الإلكترونية. التجربة المصرية لمواجهة فيروس كورونا مفيش شك إنها تجربة ناجحة ورائدة. يمكن السبب في ده هو الإجراءات الاستباقية اللي أخذتها الحكومة المصرية منذ ظهور الأزمة. لاحظنا مع حضراتكم من أول ظهور فيروس كورونا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المطارات والمواني، تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية وتدريب العنصر البشري لاستقبال الحالات وتسخير كل الإمكانيات المتاحة. كل العوامل دي أدت لنجاح مصر في مواجهة الفيروس وتلقي إشادات دولية عديدة. اسمحوا لي أرحب بضيفتي اللي مشرفاني النهاردة، دكتور نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للبحوث التنمية الصحية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. دكتور نهى، برحب. أهلا بحضرتك. مفيش شك طبعا إن اللقاحات هو أمل العالم دلوقتي لإن احنا نقضي على الجائحة. عايز أعرف من حضرتك موقف مصر الحالي من توفير اللقاحات المختلفة. الحقيقة في موضوع التخطيط لتوفير اللقاحات ده يمكن منذ بداية الجائحة، قبل حتى ما يبقى فيه منتج حصل على ترخيص الطوارئ، كجهات بقى علمية بتشتغل في الأبحاث كنا بنحاول ان احنا نتواصل معاها بطريقة مباشرة عشان نقدر نشترك في الأبحاث دي ونبقى على تواصل مباشر، فنقدر يبقى عندنا اكسس اكتر للقاحات حال تواجدها. اعتمدنا ان يبقى في تعدد للمصادر. معالي الوزيره دايما بتتكلم ان احنا تقريبا كل الشركات اللي منتجه لقاحات حاليا حصلت على الاي يو او الاستخدام او الطوارئ المعجل، احنا تعاقدنا معاهم على كميات من اللقاح ده، طبعا بالاضافه الى خطط التصنيع ان يبقى في اكتفاء ذاتي من اللقاحات، مش بس كورونا على فكره. يمكن ده فتح لنا فرصه لإن امكانيه تصنيع اللقاحات الاساسيه اللي بنحتاجها في برنامج التطعيم الاساسي للاطفال. زي ايه يا دكتور؟ احنا عندنا الكورونا طبعا ده كان البدايه، وثمان تطعيمات اللي احنا بنطعمها لاولادنا في مراحل السنين الاولى من العمر، اللي هي اسمها الاي بي اي او اكسباندد بروجرام اوف اميونايزيشن او التطعيم الاساسي. زي طبعا احنا بنتكلم على البوليو اللي هو شلل الاطفال، اتش بي في الالتهاب الكبدي الوبائي، الثلاثي، الميسلز، الحصبه، فمجموعه من اللقاحات اللي نعتبرها ان هي اساسيه محتاجينها دايما لاطفالنا، فبدا يبقى في كمان خطط للاكتفاء الذاتي منها. فاتصور ان دايما بنقول يعني في عز المحنه بيبقى في دايما منح وفرص لازم نستغلها، يمكن من ضمنها فكره ان احنا نشتغل على تقويه او تعزيز برامج معينه ظهر قوي الاحتياج ليها اكتر في الجائحه، من ضمنها طبعا الجزء الخاص بكيان البحث العلمي في وزاره الصحه، وكمان الجزء الخاص بالتطعيمات ومنظومات بقى في المستشفيات وتفاصيل في المستشفيات ومنظومه الاكسجين وامدادات الاكسجين بالاساليب المختلفه. فاتصور ان دي من المكاسب الحقيقه اللي احنا كسبناها من جائحتكم. خطوات يا دكتور نهى اللي بياخدها اللقاح علشان يوصل لمراكز التطعيم، ليه انا بسال السؤال ده؟ لانه البعض بيعتقد ان احنا اول ما استقبلنا الشحنه في المطار فبالتالي تاني يوم هيكون موجود ومتوفر في المراكز. البعض ما يعرفش انه في خطوات معينه لازم ياخدها التطعيم او الشحنه اللي جايه لحد ما يوصل بامان للمراكز المخصصه. نعم بالظبط، دايما دي قاعده طبعا لاي باتش بتوصل من اللقاحات لمصر داخل جمهوريه مصر العربيه لازم بيتاخد منها عينه عشوائيه. العينه العشوائيه دي بيتم تحليلها في هيئه الدواء، في تحاليل اساسيه واختبارات اساسيه خاصه طبعا بالاطمئنان على المنتج وعلى امانته وعلى فعاليته. يمكن في المتوسط بنتكلم في اسبوعين وقت ده المينيمم او الوقت الاقل المطلوب علشان نقدر نكمل الاختبارات دي في هيئه الدواء المصريه، وبالتالي نبقى مطمنين ان الباتش او نقول مجموعه اللقاحات اللي وصلت مطابقه للمواصفات ومفيش منها اي قلق، ونبقى مطمنين ان هي بالظبط مطابقه للي احنا اتفقنا عليه في او هو المكتوب يعني في الاوراق. فاتصور دي خطوه تطمن الناس اكتر، انه احنا بالعكس احنا في كل خطوه بنبقى دايما الامان هو الاساس، ونطمن دايما من جوده يعني او مبدا الجوده، يعني ان نطمن دايما ان كل اللقاحات اللي بيتم استيرادها بتبقى مطابقه تماما للي احنا اتفقنا عليه وللمواصفات المكتوبه. الحالات المرضيه اللي ممكن يكون لقاح فيروس كورونا ممنوع فيها، الجديد اللي طرأ على السؤال ده يا دكتور نهى انه في بعض الحالات المرضيه هي محتاجه ان هي تسافر او محتاجه ان هي تاخد اجراء معين، الاجراء ده لازم او يكون محتاج ليه لقاح فيروس كورونا. فايه الابحاث الجديده اللي اتعملت على الحالات اللي ممكن يكون لقاح فيروس كورونا ممنوع عنها؟
طيب مهم قوي ان حضرتك طرحتي السؤال ده، لانه ببساطه كده انا حابه اكد للجميع ونطمن الناس انه تقريبا ما فيش اي موانع لاعطاء لقاح كورونا غير حالات نادره جدا ان كان معنا حالا. بس هو الاصل ان الناس اللي عندها امراض مصاحبه هي الاولويه، امراض مزمنه مصاحبه هي الاولويه للقاح، بدل ما تخاف من اللقاح بالعكس هي تقبل على اللقاح علشان هي الاولويه، لان لا قدر الله لو جه كورونا هنبقى بالظبط عندنا يعني فرصه اكتر او نسبه المضاعفات ممكن تبقى اعلى. فبالتالي امراض السكر، امراض الضغط، امراض القلب. امراض الكانسر، اي فيروس مثلا مزمن، مرض مثلا واحد عنده فيروس بي مثلا او حاجه مزمنه من الامراض ممكن تكون بتاثر على المناعه، كل المجموعات دي هي اولويه ان هي تروح وتقبل على اللقاح. ممكن حالات نادره زي مثلا لو حد عنده مناعه ضعيفه جدا بياخد ادويه مثبطه للمناعه، في الحالة دي مثلا بيبقى نبدأ نشوف الأدوية دي بتتاخد لمدة قد إيه، وبعدها بفترة مثلا بنقول نقدر ندي اللقاح. دي حالات نادرة وبيقدر يعني في المراكز المختصة بنقدر إن احنا نحدد ده. أو حد جاله مثلا حساسية مفرطة من لقاح مشابه مثلا، وبرضه تاني بأكد دي حالات نادرة. فأنا أحب أأكد إن بالعكس اللي عنده السكر يقبل، اللي عنده الكانسر أو السرطان بالعكس يقبل على اللقاح. واحنا عندنا مجموعة مختلفة من اللقاحات اللي ممكن ان شاء الله ان هي هتناسب كل المجموعات. بالنسبة بقى لموضوع الابحاث طبعا، وده موضوع مهم جدا يعني جداً. احنا يمكن لسه في اجتماعنا مع اللجنة العلمية في مكافحة كورونا قبل لقائنا ده مع احد الجهات، هي الابحاث مش هتخلص عن كورونا وبالاخص عن الفاكسينز. تقريبا كل الشركات او معظم الشركات دلوقتي المنتجه للتطعيم هي بالفعل خلصت المرحله الاساسيه، التطعيم في الفئه العامه. هيبدا بعد كده زي ما حضرتك قلتي كده، طب الفعاليه في فئات خاصه شكلها ايه؟ طب الفعاليه والامان في الحوامل بيانات اكتر، في الاطفال يمكن فايزر بدا بالفعل حصل ترخيص لاستخدام كورونا فاكسين للاطفال من سن 12، لكن بقيه الشركات ماشيه في الاتجاه ده. طيب يا ترى الناس اللي عندها مناعة أقل شوية نسبة الفعالية للتطعيم شكله إيه؟ يمكن كمان بقى والكلام ده يمكن أحدث أكتر. طيب لو في فئات مناعتها ضعيفة جدا لدرجة إن التطعيم مش هقول خطر، هقول التطعيم فعاليته ممكن ما تبقاش قوية زي المتوقع أو زي البيليشن العادي، بيبقى في حاجة اسمها نقول باسيف إيميونيزيشن أو أفكار بقى أو فرص أخرى للتطعيم بنقول عليه أنا بدي الأجسام المضادة جاهزة علشان اقدر احمي الفئات اللي هي يعني. وطبعا تاني دي فئات نادره جدا وحالات اكسبشنال ما هياش الاساس ولا هي يعني المفروض تشغل بالنا كمواطن يعني. يعني على ذكر يا دكتور نهى موضوع تطعيم الاطفال، الحقيقه مع اقتراب موسم المدارس بعض الاهالي هتبتدي تسال طيب انا عايزه احمي ابني من خطر الاصابه بفيروس كورونا، يا ترى في انا ممكن اطعمه بتطعيم مناسب ليه؟ طيب نكمل بنفس الاجراءات اللي احنا كنا واخدينها؟ فموضوع برضو الديبيت المعمول على الأطفال بالنسبة لتطعيم فيروس كورونا دكتور نهى. طيب اسمحي لي في البداية أكد معلومة، ده احنا طبعا دايما في الوزارة دوريا بيتم تحليل دوري للبيانات علشان نشوف اتجاهاتنا ونشوف، وده طبعا بيساعد نسبة كبيرة جدا في اتخاذ القرار. يعني عشان أطمن الناس بالنسبة لموضوع الوفيات بالذات أو التأثر الصحة من كورونا حسب الفئة العمرية، احنا على مستوى البلد كلها جمعنا وفيات كورونا منذ بداية الجائحة شهر بشهر بنقدر نقارن ده، وبنقارنه حسب الفئات العمرية. إلى الآن نسب وفيات الأطفال من كورونا قليلة وثابتة منذ بداية الجائحة، لم تتأثر على فكرة حتى في موسم الدراسة اللي فات ولا في الفترة اللي بدأ يبقى فيها الكلام أكتر على المتحورات وانتشار أكتر أو تصرفات أكتر لبعض الفيروسات في انتشارها في الأطفال. الحمد لله النسبة دي دايما احنا بنتابعها، إلى الآن ما فيش أي تأثر فيها. أعتقد دي معلومة يعني ممكن تطمن الجميع. بالنسبة للفترة الجاية وللدراسة قبل الدراسة كمان، يعني احنا بنقول دايما بالتدريج الحياة المفروض ترجع لطبيعتها لكن مع الحذر، ودايما بنأكد أن إجراءاتنا الاحترازية العامة هي الأساس سواء بقى كبار أو أطفال. حتى مع مرحلة التطعيم احنا لسه ما وصلناش بالتطعيم لتغطية كافية وبعدد كبير ان احنا نطمن قوي ونقدر نتخلى عن اجراءاتنا الوقائية العامة. وشفنا التجارب الحقيقة دي، شفناها في دول اخرى الناس اللي استعجلت في انها تتخلى عن اجراءاتها الوقائية العامة، شفنا ده كان مردوده بالسلب على اعداد الاصابات واعداد الوفيات. وبالتالي ده دايما يعني يرجع يفكرنا ويأكد لنا انه احنا في الفترة الجاية
محتاجين ان احنا دايما نفضل ملتزمين باجراءاتنا الوقائيه العامه اللي احنا كلنا عارفينها دلوقتي وكلنا مدركين كويس قوي تاثيرها على الجائحه، سواء بقى التزام بالكمامه، بالتباعد الاجتماعي، بالتهويه الجيده، يعني سواء يعني بقى الاطفال او للكبار. تمام، ده شق اللقاح وشق توفير اللقاح. طيب لو هنتكلم عن الشق الثاني، يعني طبعا اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا هي على طول في انعقاد دائم ويبينارز كتير جدا للتحديث الدائم لبروتوكولات علاج فيروس كورونا، والفتره الاخيره برضو في ادويه اللجنه العلميه ابتدت ان هي تدخلها في بروتوكول العلاج. حضرتك كممثله من اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا، يعني عايز اعرف من حضرتك على اي اساس بيتم تحديث بروتوكول العلاج، وايه بالظبط الادويه الجديده اللي احنا دخلناها وازاي هتفيد المرضى؟ يمكن فعلا موضوع علاج كورونا ده موضوع يعني حديث الساعه، طبعا اكتشاف علاج جديد او توصل لعلاج فعال لكورونا، ممكن يوميا بيبقى في ابحاث جديده بتنزل في الاتجاه ده سواء على المستوى المحلي او الدولي. يمكن دلوقتي من احدث الحاجات اللي بدات تلاقي مردود افضل في نسب الشفاء ونسبه البقاء في المستشفى، بس تاني لفئات معينه، الفئات الحالات خفيفة أو حالات متوسطة عندها ريسك فاكتورز أو عندها عوامل خطورة، فبنحاول إن احنا نلحقها قبل ما توصل لمرحلة إنها محتاجة أكسجين أو محتاجة جهاز تنفس صناعي. فتاني هو علاجات بتبقى موجودة في مراحل معينة، فالتفاصيل دي كلها طبعا متفصلة في البروتوكول العلاجي. يمكن أحدث الاتجاهات دلوقتي للنوع من أنواع العلاجات المناعية اللي هو المونوكلونال أنتي بوديز. الأدوية دي بتعمل على إيه يا دكتور؟ هل بتعمل على إنه نسبة مثلا المضاعفات من الفيروس تكون قليلة أو حدية الأعراض تكون قليلة؟ يعني الأدوية نفسها بتشتغل على إيه؟ هو ده نوع من العلاج المناعي. احنا عندنا في كورونا دايما بنقسم ببساطه كده بنقسم المرض لمرحلتين اساسيتين، المرحله الاولانيه اللي هي الفايرال فيز، الفيروس هو بيبدا يهاجم الجسم، وبعدين المرحله اللي بعد كده حاجه اسمها الاميون ريسبونس فيز، او انه الجسم بيبدا هو تفاعل المناعي بتاعه يبدا يعمل مشاكل في الحاله الصحيه لو كان بزياده او بطريقه مش مظبوطه يعني. فاحنا دايما بنحاول نلحق العلاج في المرحله الاولانيه دي، ان احنا نحاول نقلل على قد ما نقدر من نشاط الفيروس في الجسم ومن الحاجات الاثار اللي ممكن يعملها، ونلحق ده قبل ما يبقى فيه رد فعل من الجسم بطريقه اكزاجيريتد او زياده ممكن تاثر على المسار كله بتاع المرض يعني. فالاجسام المضاده دي، العلاج المناعي او المونوكلونال انتي بوديز دي، اجسام مضاده زي فكره، عارفه بلازما المتعافين، استخدام بلازما المتعافين في نفس الفكره بالظبط، بس دي حاجات بيوريفايد اكتر او منقاه اكتر، مركزه اكتر بطريقه معينه، وفي منها بعض الادويه بيستخدم ميكس كذا نوع من الاجسام المضاده ضد فاريانس او سلالات مختلفه. على ذكر نوع التجارب الاكلينيكيه، احنا السنه اللي فاتت فتحديدا في شهر 9/2020 كان عندنا تجارب اكلينيكيه الخاصه بلقاح السينوفارم واجريت هنا في مصر، يعني بالتعاون كمان مع بعض الدول العربيه. يمكن الناس ممكن ما تكونش عارفه الاستفاده اللي استفادتها مصر نتيجة التجارب الإكلينيكية اللي حصلت هنا. أنا عايز أعرف من حضرتك وتوضح لنا يعني إيه الاستفادة اللي عادت على مصر نتيجة إن إحنا عملنا هنا تجارب إكلينيكية خاصة بلقاح سينوفارم. هو الحقيقة دايما لما بقول موضوع تجربة إكلينيكية أنا بتكلم على منظومة بحث مش على تجربة واحدة، يعني أتصور إن مدى الاستفادة مش بس للعلم وللمواطن وللمجتمع كعلاج، لكن كمان المجتمع العلمي نفسه والباحثين، وان احنا نستفيد من التجربه دوليه زي كده. الدراسات مهمه بيبقى فيها اعداد كبيره مثلا من المشاركين بنقدر ان احنا ندخلهم في الدراسه، يعني تجربه سينوفارم مثلا في 3000 مشارك من مصر دخلوا في الدراسه، ده يعتبر من الارقام طبعا الكبيره نسبيا يعني. فبنقدر نستفيد من التجربه دي كمان بان احنا ندرب ناس كوادر من الوزاره يبقوا قادرين بعد كده ان هم يجروا تجارب بالشكل ده، مش بس من ناحيه بقى من ناحيه اكاديميه وكتابه علميه، لا كمان من ناحيه التفعيل على ارض الواقع واسس الجي سي بي او الجود كلينيكال براكتس. يعني عايزه اقول لحضرتك زي ما في الطب كده في ترخيص مزاوله مهنه، في البحث العلمي في المجتمع الدولي في ترخيص لاني ابقى باحث اللي هو اسمها جي سي بي لايسنس. فاتصور ان التجارب اللي بالشكل ده التجارب الدوليه، يعني احنا كنا حريصين جدا في وزاره الصحه سواء سينوفارم او غيرها الحقيقه من التجارب ان احنا نستفيد من ان يبقى عندنا مراكز مؤهله يعني مجهزه
للبحث العلمي، ان يبقى في تواصل مباشر مع الشركات الدوليه، ان احنا بنعمل ابحاث وان احنا عندنا القدره او التجهيزات الكافيه ان احنا نقوم باداره بحث علمي من الالف الى الياء، وان يبقى في كوادر بشريه من داخل وزاره الصحه متدربه، مش بس متدربه نظريا، كمان متدربه عمليا على ازاي اني اقدر اجري تجربه كلينيكيه على ارض الواقع، وبتفاصيل بقى كتير خاصه ببيانات المرضى وبحقوق المرضى وبالكونسنتنج او عمليه الموافقه المستنيره ورد على الاستفسارات ومتابعه البيانات ودقتها، تفاصيل كتير قوي الحقيقه في تجربه الكلينيكال ترايل اللي بالشكل ده. كمان التواصل المباشر مع الجهات العلميه بيدينا فرصه ان احنا نبقى دايما في يعني تواصل بيننا لاي جديد، لاي ابديت في العلم، وكمان نبقى في بعد كده اي شراكه سواء بقى في التصنيع او في الاستيراد. طبعا كل دي ليها ابعاد اخرى كمان، مش بس في ناحيه الاتجاه العلمي، كمان في ناحيه الاتجاه بقى البوليتيكال لو جاز التعبير يعني. ف من الحاجات اللي استفدناها في تجربه ساينوفارم ان احنا بقينا مطمئنين قوي، اوراق الابحاث كلها موجوده من المراحل الاولى للتجارب، كنا مطمئنين للنتائج، فاول ما لقينا ان التجارب نتائجها مبشره بالفعل، يعني كان في اجراءات معجله للتعاقد على استيراد لقاح زي ساينوفارم. يبقى المراحل النفسيه النوع اللي مر بيها علشان انا قدرت بعد كده اقول انه فعلا سينوفارم ممكن او هو خد بالفعل الموافقه الطارئه. ايه المراحل التجارب الاكلينيكيه اللي مر بيها لقاح سينوفارم هنا في مصر منذ التجارب الاكلينيكيه اللي كانت بتجرى؟ طيب احنا دايما في دلوقتي عندنا قانون لاجراء الابحاث الاكلينيكيه في مصر، وده تم بالفعل صدر في الجريده الرسميه في ديسمبر 2020، وده يعتبر من الخطوات يعني الحقيقه القويه جدا اللي هي تدعم البحث العلمي في مصر، ويبقى في اجراءات و يعني شروط واضحة جدا لإجراء الأبحاث الإكلينيكية، يبقى في إجراءات وشروط واضحة جدا لإجراء الأبحاث الإكلينيكية اللي بتضمن حقوق وسلامة المواطن في الأساس مع تقدم البحث العلمي. احنا في التجارب الاكلينيكيه عشان نطلع منتج سواء بقى لقاح او علاج، طبعا الموضوع بيبتدي عايزه اقول لك يعني مشوار طويل جدا، من اول تجارب في المعامل، بعد كده تجارب على الخلايا، تجارب على الحيوانات، وبعد كده بندخل مراحل البشر. مراحل البشر مرحلة أولى، تانية، تالتة، ورابعة. القانون الأبحاث الإكلينيكية بيسمح لنا إن إحنا ممكن نبدأ نشارك في تجارب إكلينيكية دولية من المرحلة التالتة، اللي هي مرحلة التجربة البشرية، اللي هي التجارب مش بس بعد الأولى والتانية، كمان في المرحلة البشرية، لنكون اطمنا من بلد المنشأ إن التجارب دي أثبتت نتائج مبشرة، نسب الأمان فيها عالية، الجرعة اتحددت، نسب الفعالية مبشرة إلى حد ما، فنبدأ ندخل في التجارب الأخيرة شبه الأخيرة اللي هي التالتة والرابعة. ده بقوله عشان نطمن الناس طبعا ان في ضوابط قويه جدا لاشتراك المجتمع او اشتراك المرضى في التجارب، وفي ضوابط وفي جهات، في لجنه اسمها لجنه اخلاقيات البحث العلمي مختصه بمراجعه كل الاوراق دي من بدايه بقى المراحل المعمليه، علشان تطمن اولا على ان كل حاجه مظبوطه، وانه النتائج مبدئيا من ناحيه الامان احنا مطمنين لها بنسبه كبيره، وبنبدا ندرس بقى الفعالية. طيب اخيرا دكتور نهى، بالنسبه للموجه الرابعه، العالم اجمع دلوقتي بيتكلم عن الموجه الرابعه، ازاي هنستعد ليها، عندي ناس متطعمه دلوقتي، عندي ناس لسه مستمرين في اتخاذ الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، يعني الشكل العام دلوقتي هنا في مصر يا دكتور نهى، الاستعدادات اللي واخدينها علشان نواجه بيها الموجه الرابعه. هو الحقيقه طبعا احنا في توقع زي العالم كله ان الفتره الجايه ممكن يبقى فيه زياده في الحالات، لكن دورنا احنا كمجتمع، دايما اقول المجتمع قبل، على فكره قبل المؤسسات الدوله وقبل النظام الصحي، اتفقنا وتعلمنا كلنا في كورونا ان كلنا مسؤولين، وكلنا يعني بيلقى علينا جزء من المسؤوليه علشان مصير جائحه كورونا. فدايما نقول انه التزامنا كلنا مع بعض بالاجراءات الوقائيه العامه، نسبه التغطيه من اللقاحات على قد ما نقدر، يمكن فرصه كمان ناكد وناشد الناس المستحقه اكتر للقاح ان هي تقدم وتقبل على اللقاح في الموقع الالكتروني للوزاره، خصوصا الفئات العرضه للمشاكل اللي هي مثلا متقدمه في السن او اللي عندها امراض مزمنه مصاحبه. كل ما زاد طبعا عدد الامراض المزمنه كل ما بقى عندنا عوامل خطوره اعلى.
فاتمنى ان كل الناس اللي يعني مستحقه اكتر تكون قدمت على على الموقع علشان تقدر ان هي تتلقى اللقاح. ويمكن الحقيقه قبل جائحه كورونا كمان، يعني بتكلم في علم الامراض او علم الاوبئه كمختص بقى في الصحه العامه، احنا في حاجه اللي هي determinants of health او محددات الصحه. تخيلي حضرتك في المجمل، في الصحة في المجمل، العامل بنتكلم على الإنسان وبنتكلم على البيئة الصحية وأنظمة الدولة المختلفة طبعا. تخيلي حضرتك الإنسان ممكن يبقى عليه عامل بنسبة كام في المية؟ لا عامل كبير، 85%. بتكلم على الأمراض في المجمل، مش بتكلم على كورونا بس، فما بال حضرتك بمرض معدي مباشرة يعني مرتبط بتصرفاتنا. فبالتالي احنا كلنا لنا مسؤولية مشتركة، محتاجين الفترة الجاية نشتغل مع بعض أكتر علشان نأخر ظهور المجربة، علشان حتى لو بدأ يبقى فيه زيادة في الحالات نقلل على قد ما نقدر، نقلل من معدل الزيادة وبالتالي نقلل من معدل دخول المستشفى ومعدل الإصابات أو المشاكل الصحية والوفيات لا قدر الله. دكتور نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لبحوث التنمية الصحية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، دكتور نهى بشكرك شكرا جزيلا. لقاحات آمنة وفعالة بتوفرها الدولة المصرية لجميع الفئات، الحصول على اللقاح يرجى التسجيل عبر موقع إلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان. شكرا على متابعتكم لنا.